أقيمت مسابقة لاختيار ملك جمال الحمير لعام 2015 في منطقة لامو في كينيا، وقد تم اختيار أجمل حمار في كينيا من بين 200 حمار في تظاهرة مختلفة عن غيرها. كما أن بعض أصحاب الحمير رقصوا وهم يرفعون الجحوش على أيديهم. واللافت أن بعض الحمير ظهرت بنظارات شمسية وإشاربات وربطات عنق وألبسة وأطواق من الورد، واستعد بعض أصحاب الحمير بملء خروج تحملها الحمير بالرمال. وقد فاز حمار يدعى الغيور يملكه راشد عمر بجائزة أجمل حمار في كينيا لسنة 2015، كما أن أحسن الحمير صحة وأفضلها معاملة لصاحبه قد تمت مكافأته بميدالية، ولله في خلقه شؤون.